زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة عن الأعياد وعن طقوسنا في الأعياد، زي ما احنا كنا بنتكلم معاكم عن البسكوت والكحك والعيدية وبيجامة العيد واللبس الجديد، كمان دايما في رمضان دايما بنبقى مرتبطين قوي بالمسلسلات وممثلين في المسلسلات دي والدراما. عشان كده واحنا بنتكلم دلوقتي في العيد وبنحتفل بالعيد، كان لازم كمان ان احنا نحتفل بفنانينا اللي امتعونا الحقيقة في رمضان بدراما رمضانية هايلة. زي ما تابعنا كان في باقه متنوعه الحقيقه ودسمه جدا من الدراما والمسلسلات اللي كانت موجوده المتنوعه، وزي ما قلت لحضراتكم لازم كمان نعيد على فنانينا الحقيقه اللي امتعونا في رمضان. عشان كده احنا معانا دلوقتي الفنان وليد فواز اللي قدم لينا السنه دي في دراما رمضان دورين مهمين جدا. الاول هو دور ابو اسامه في الكتيبه 101، والثاني هو المطلب ابن عبد الله في رساله الإمام. الدورين الحقيقة كانوا أجمل من بعض. خلينا بقى نصبح على الفنان وليد فواز ونعيد عليه. كل سنة وانت طيب. وانت بالصحة والسلامة يا جمانة، وصباح الفل، وكل سنة وانت طيبة وأسرتك بخير وسعادة ومصر كلها بخير وسعادة يا رب إن شاء الله. ربنا يخليك. طيب بقى، يعني ما ينفعش تبقى معانا وما سألكش سؤال الحلقة. سؤال الحلقة النهاردة بيقول هتقضي العيد فين؟ وإيه الفرق بين العيد زمان والعيد دلوقتي؟ اولا انا اوريدي خلاص ببدا يعني طقوس العيد، يعني انا سافرت بلدي الاصليه يعني عشان انا مش شرقيه، فانا رحت عشان بقى ازور بقى العيله وكل القرايب. طبعا اليوم بيبدا طبعا معايا، طبعا كان بدا بصلاه العيد، بعد كده بقى الكحك بقى الجميل بقى والغريبه والبسكوت انت عارف بقى طبعا يعني طبعا. طيب فاكر اول عيديه؟ هي فاكرها طبعا، كانت 10 جنيه جديده خدتها من بابا. طب دلوقتي طبعا انت اللي بتدي العيديه، ها؟ طبعا اساسي طبعا. طيب وليد، طبعا يعني انت امتعتنا الحقيقه في رمضان، والف مبروك على الدورين، دورين ناجحين جدا. ولازم نعرف المشاهدين كمان كواليس الادوار دي، دورين مختلفين كمان تماما عن بعض، حقب زمنيه مختلفه تماما، خط درامي مختلف تماما، نوع دراما مختلفه تماما. بالظبط. طبعا انا كان الحمد لله كنت محظوظ ان انا كممثل مصري شغال مع المتحده، اللي هو يعني انتاج بيوفر كل حاجه الحقيقه، يعني كل حاجه، يعني العناصر اللوجستيه الفنيه، فالانتاج بتاع المتحده يختلف عن اي انتاج تاني لانه عنده القدره الكبيره يعني. فبالنسبه للكتيبه طبعا انا اتشرفت، انه انا صحيح ان انا ما كنتش ماسك سلاح على الجبهه وقاتل يعني بشرف زي الجنود المصريين وابطالنا، لكن انا كممثل وكقوه ناعمه زي ما السيد الرئيس دايما يقول يعني انه ان احنا في معركه لاعاده تشكيل الوعي. فانا كان بدون تفكير انا على طول اول ما جالي شرف التكليف، انا بسميها شرف التكليف، ان انا اشتركت في هذا المسلسل كنت حاسس بسعاده غامره جدا، وحاسس بان انا بعمل حاجه كبيره جدا لبلدي، وان انا بحاول ابين للاجيال اللي مش عارفه ابطالنا في الجيش المصري عملوا ايه. فلذلك كان الموضوع بالنسبه لي جميل جدا. اجواء كانت جميله، يمكن تكون كانت صعبه شويه عشان كان عندنا بقى درجات حراره مختلفه، شتاء وصيف وكذا. اللهجه كانت باللهجه الشناوي كانت صعبه، بس كانت تحدي بالنسبه لي كممثل. طب اتقنتها ازاي برضه؟ دي نقطه مهمه. الساده القائمين على المشروع، يعني انا اولا من خلال المداخله الجميله دي برنامجك الجميل، انا بوجه الشكر لكل الساده القائمين في الشؤون المعنويه ان هم وفروا لنا بجد مصححين للهجه، بوجه شكري لثابت وخالد ومحمود، فكانوا بيحولوا السكريبت او الحوار بيحولوه الى اللكنه الخناوي، وانا اجتهدت بقى كدوري كممثل عشان اعمل دوا. نيجي للمسلسل الثاني رساله الامام. طبعا بقالنا فتره كبيره جدا ما عملناش عمل تاريخي ديني، عمل متعوب عليه جدا، السكريبت كان بيمر على كذا لجنه، اللجنه الاولانيه الازهر الشريف اللي بيدقق ويفحص ويمحص في كل حاجه عشان نقدم محتوى يحترم عقل المتفرج المصري والعربي يعني. وهو ده قدر وقدر مصر في النهايه، دايما بتقدم وتكون سباقه ورائده في الدراما العربيه كلها.
طيب الحقيقة يمكن وليد أنت أشرت لنقطة مهمة جدا، خليني أتعمق معاك فيها شوية. يمكن لما أشرت لفكرة شركة المشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية والإنتاج الضخم وفكرة التدقيق والتمحيص والاهتمام بأدق التفاصيل، أنت فنان موجود في المجال الفني بقالك فترة وسنين كتير. لو هتكلم عن ايه اللي تبدل في الاحوال عشان نشوف شكل الدراما ده ونشوف عوده زي ما انت بتتكلم حتى عوده الدراما الدينيه مره تانية او نشوف الزخم ده من الاعمال بالجوده دي؟ اولا انا بشكرك يا جمانه على السؤال الجميل ده. طبعا مع وجود الكيان الضخم الكيان المتحده اصبح في ضوابط كثيره جدا بتنظم العمل الانتاجي، بقى في كود كده محترم للمحتوى اللي بيتقدم. قبل وجود المتحده بهذا الكيان المحترم كان الموضوع كان شويه عشوائي، كان الموضوع اي يعني مش متنظم. لما جت المتحده بقى في روابط واحترام للقيم المجتمعيه والقيم الاسريه وقيم البلد يعني. الحاجة الثانية بدأنا نهتم بأنواع من الدراما ما كانش بيسلط عليها الضوء قوي يعني، أو ما كانش فيه اهتمام بيها قوي، وهو أبرزها الدراما الوطنية أو الدراما الحربية أو الدراما العسكرية. احنا ده نوع من الدراما مهم جدا جدا طبعا. عشان الأجيال أو معلش عفوا في استخدام اللفظ يعني، إنه في بعض الناس بيكونوا قاعدين ورا الكيبورد بيبقى أسهل حاجة يقول لك اللجان الإلكترونية يعني. بالظبط او انه ناس تسال اسئله ملهاش اي معنى يقولوا طب الجيش عمل ايه؟ لا الجيش عمل كتير، والجيش احنا عايشين في امان وعايشين في بجد في افضل بلد متماسكه وامنها القومي ربنا يحفظه كمان وكمان بسبب هذا الجيش العظيم وجنودنا وابطالنا اللي بوجه لهم التحيه وبقول لهم كل سنه وهم طيبين. فوجود المتحدة يعني جمانة بجد والله فرق معايا أنا كممثل كمان، والله إن أنا حاسس إن ليا ظهر تقيل أنا بستند عليه كممثل. كل حقوقي باخدها الحمد لله أنا وزمايلي، فسعيد جدا بجد. ولما يكون في محتوى جيد تقدر أنت كمان تقدم فن جيد، ده بكل طبعًا تأكيد طبعًا. وهرجع برضو ثانية أقول لك إنه سيادة الرئيس لما مرارا وتكرارا يقعد يقول انه يا جماعه احنا في معركه تشكيل الوعي، ما هو تشكيل الوعي ده عشان تشكل الوعي لابد من دراما جيده. صحيح. دراما جيده على مستوى صناعه التلفزيون وعلى مستوى صناعه الاعلام التلم. بشكل عام اعلام ان كان التلفزيون اذاعه وتلفزيون او حتى محتوى فني دراما وافلام وما الى ذلك اكيد. بالظبط بالظبط. وهاخد من كلامك انه زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي الاعلام بشكل عام، فوجود نماذج مشرفه زي حضرتك وزي زمايلك الموجودين في تلفزيوننا المصري بيتنا الاساسي وبيتنا الاول، ده بيخليني انا كراجل متلقي وكراجل مشاهد ومتفرج ببقى سعيد جدا ومطمن جدا على مستوى ومستقبل الاعلام المصري ان شاء الله. دي شهاده نعتز بيها الحقيقه، وانا بشكرك جزيل الشكر وسعيده جدا بنقطه مهمه انت اتكلمت فيها، وهي فكره انه الفنان هو بيكلف في مهمه قوميه وانه ليه دور في فكره تشكيل الوعي، ليه دور في انه يفرق في حياة الناس، يقدر حتى يوصل رسالة من غير ما طول الوقت نقعد ننظر. الفن بالفعل شكل وجداننا لفترة طويلة جدا ومحدش يقدر ينكر ده. أنا بشكرك جزيل الشكر طبعا فنان وليد فواز، كل سنة وانت طيب، وببارك لك مرة تانية على الحقيقة النجاح الكبير اللي قدرت تحققه في رمضان.